السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكل محبي ومشاهدي قناة المزرعة البيتي من داخل مصر وخارج مصر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد، اذكر الله يا جماعة الخير. ورجعت لكم بعرض جديد من داخل مزارع عمر وياسين للأغنام. النهاردة بإذن الله مزرعة عمر وياسين للأغنام بتقدم لحضراتكم عرض مميز جدا، ومع تفاصيل العرض نقول بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. العرض المقدم قدام حضراتكم النهارده عبارة عن 18 رأس ماعز برقي حر، 17 نتاية، ودكر واحد. العدد الإجمالي 18، وبالنسبة ل17 نتاية كلهم عشر. 17 نتاية الماعز يا جماعة كلهم عشر. بالنسبة للسن فيهم اللي كسر جوز واللي كسر أربعة واللي قافل حاجة، بسم الله ما شاء الله، ربنا يبارك يا رب للبائع والمشتري، شغل نضيف جدا. وبالنسبة للأسعار فالنهاردة في تحطيم أسعار من مزرعة المهندس يحيى صاحب مزرعة عمر وياسين للأغنام. النهاردة بإذن الله الأسعار عنده هتكون سعر القطيع 18 رأس، 17 نتاية اللي كلهم عشر، وواحد الذكر الواحد، كلهم هيبقى عاملين 18500. 18500 بالنسبة ل17 نتاية عشر وفيهم رواخ يا جماعة والذكر، انا شايف ان ده تحطيم اسعار من النهارده من مزرعه عمر وياسين، حاجه بسم الله ما شاء الله. للاستفسار عن اي شيء يخص العرض الاتصال بالمهندس يحيى سواء عن طريق الواتساب او تليفونيا 012-769-34-52، 012-769-34-52. وهسيب لحضراتكم رقم في عنوان الفيديو وفي الوصف. يا ريت ما تخلوش علينا يا جماعه باللايك للفيديو وتعليق، واشوفكم ان شاء الله في عرض جديد على قناة المزرعة البيتي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.